وأمام تراجع مخزونات الخام الأمريكية، تمكن النفط من إيقاف التراجع في أسعاره، حيث استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم في ظل تعارض علامات ضعف نمو الطلب في الصين. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا إلى نحو 83 دولار، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسط الأمريكي إلى 81 دولار للبرميل.